معلم بالله يسامحني، هذيك المرة غلطت معك. لا غلطت ولا شيء. ما بعرف شو صار، سامحني. خلصنا بقى، شو هالحكي الفاضي مماتي؟ كان في عندك زيارة اليوم؟ بس عندي مشكلة بهالموضوع. ليش شو صار؟ ما بعرف، يمكن النسوان بتخرب العقل. لا هالكلام مو صحيح، بس يبدو انت تأثيرك كبير، ولا بدك حجة لتتركها؟ لا، كيف بترك شغلتين سوا؟ يا هيروين يا غمزة. بس الأول بدي أتخلص من الهيروين بالمرة. بس هالزيارة كانت منيحة لإلك. صرت منيح ما هيك، بقدر أطلع معلم. مماتي أعود عائل، لسه ما طبت على الأخير.